اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. كل سنه وانتم طيبين. هنبدا مع بعض النهارده حلقات البيض حلو جدا لا غنى عنه في رمضان. هنعمل مع بعض النهارده بيض باللحمه المفرومه وبيض بالخضروات. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفه معايا، وهي البيض باللحمه المفرومه. هنعملها ازاي؟ عندي اللحمه المفرومه، خضروات مختلفه، عندنا الفلفل الملون، عندي البصل، عندي الطماطم مع البيض. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اخد اللحمة المفرومة بتاعتي وأبدأ في تعصيجها. هحط شوية زيت وهجيب البصل وهنزل اللحمة المفرومة كده. من انواع البيض الحلوه جدا، ناس كتير قوي قوي بتبقى محتاره تاكل البيض بطرق عامله ازاي، لان هي من الحاجات الاساسيه وعايزين ساعات نفطر بيه مش بس نتسحر بيه. فدي من الطرق اللذيذه جدا او من الوصفات الحلوه قوي قوي اللي مكوناتها جميله جدا، اللي اقدر ان انا اعمله على الفطار بيها، وناس تحب برضو طبعا تتسحر كده. حط الفلفل وهحط الملح اهو، عايزه اعصجه كويس قوي، فايه اسويه، وفي نص السوى هبدا ان انا احط الخضروات معايا كله يتعصق مع بعض، احس ان الطعم كله جاي مع بعضه. تعالوا انا عايزه برضو اشوف لو فيه طاسه للتقديم تكون اهو، دي هتبقى لذ اهو. تعالوا نكمل هنا التعصيق كده علشان اقدم في نفس الطاسه. يلا بينا اهو كده. اول ما تبدا تسخن معايا هتلاقوا على طول ما خدش وقت تماما. هشيل اي حاجه انا مش محتاجاها خلاص. هجيب الفلفل الالوان والطماطم اهو. بصوا بقى الجمال، وتخيلوا الطبق معايا بيكون قد ايه جميل ملون، ودايما العين بتاكل قبل البطن، فاحنا عايزين اطباقنا تكون كلها ملونه وشكلها جميل علشان نقدر ان احنا ناكل واحنا مبسوطين نفسنا مفتوحة اهو كده. على ريحة التوابل معاها بتبقى جميلة جميلة، والبصل بيطعمها جدا اهو كده. يلا هحط بقى هنا شوية من الفلفل الملون. بصوا الجمال، إضافة حلوة جدا للنكهات كده. وإيه هعمل كده علشان عايزاها كلها تستوي معايا كده. سهلة سريعة مش بتاخد وقت خالص. وانس اتعصجت زي ما اتفقنا، دايما بقول لكم ان انا بحب اكون معصجه الاكل بتاعي او محضره اكلي من قبلها. يعني ايه؟ يعني اللحمه المفرومه دايما قبل رمضان بقوم عامله تحضيرات رمضان، عايزين نعصج اللحمه المفرومه ونشيل علشان على طول هعمل الاكله دي في 5 دقائق. نطلع الكيس المعصج واقوم على طول حاطه، وحاطه معاه شويه من الخضروات اللذيذه دي، وعلى طول نحط البيض فيها، بتطلع جميله جدا 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 اهو. بصوا بقى الجمال كده. وبعد كده هجيب الطماطم. بصوا اول ما احس انه خلاص قرب على
السوى. هقوم حاطه هنا شويه من الطماطم اهو، ومظبطه برده شويه ملح خفيف قوي، مش هحط فلفل لاني هضيف الفلفل بعد كده مع ايه، مع البيض اهو كده بقى معاكم. بصوا الجمال اهو، واول ما الاقيه خلاص قرب على السوا هبدا ان انا افتحه علشان احط الايه البيض بتاعي كده اهو كده. وننزل بقى واحدة واحدة مع بعض كده كده، واحدة واحدة في ايه، في كل كورنر اهو كده. نشيل هنا الحتة الزيادة دي، حلو قوي اهو. قبل ما اطلع الفاصل تعالوا اقول لكم عملنا ايه. جبت اللحمة المفرومة وبعصجها كويس قوي مع البصل مع الملح مع الفلفل وشوية زيت بسيط جدا، وبعد كده بحط معاها بعد ما تكمل نص تلات ارباع السوا بتاعها اقوم حاطة الخضروات الفلفل الملون المقطع صغير، احط الطماطم يتقلبوا كويس، بعدين بفتح عيون واحط البيض فيه وهغطيه وايه وهسيبه دلوقتي علشان يكمل السوا بتاعه. هطلع الفاصل وارجع يكون ان شاء الله استوى ونجيب مع بعض الوصفة التانية. خليكوا معايا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف معانا عملنا مع بعض بان حلوة جدا للبيض مع اللحمة المفرومة، طريقة لذيذة جدا سهلة وسريعة بس طعمها بيكون حلو قوي قوي. نحط عليها رشة الفلفل وبعد كده البقدونس. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. هنعمل البيض زي ما اتفقنا لا غنى عنه في رمضان بكذا طريقة وكذا نوع، منهم البيض بالخضروات. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي البيض، عندنا مشروم، بصل، فلفل، جبنة شادر وجبنة رومي والزبدة. أول حاجة هعملها أن أنا هجيب هنا الزبدة بتاعتي هحط كده، ونخلي بالنا علشان ما تلزقش. أنا هحط مكعبين أو ثلاثة صغننين من الزبدة ومعاهم حتة بسيطة قوي قوي من الزيت علشان ما يلزقش، أوكي؟ لأن دايما معروف قوي أن إيه كده. وهحط هنا معايا الفلفل والبصل كده، وهكون عاملاهم كويس قوي قوي مع بعض، وانزلهم زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى الجمال. وهجيب المشروم ايه، هنحطه كده معاهم اهو، رشة فلفل بسيطة ورشة ملح بسيطة جدا 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 كده اهو، حلو قوي. زي ما احنا شايفين هسيبها تاخد الايه السوا كده اهو. بصوا بقى الجمال. عايزه اقول لكم الزبده مع الزيت، الزبده بتدي طعم حلو جدا 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 للبيض. بصوا حلاوته اهو. واهم حاجه نتاكد ان احنا نستخدم طاسه ما بتلزقش فيها الحاجه، ما تكونش مخربشه الطاسه او كده علشان البيض ما يلزقش معايا واعرف اقلبه بسهوله اهو كده.
هنسيبه ياخد ايه السوا المظبوط. شوفوا بقى جماله اهو كده. هجيب بقى الجبن الميكس بتاعتي وهقوم حط على الوش جبن كده وكده، وهقوم مغطيه علشان كله يستوي معايا كده. هسيبه شوية. تعالوا هنا نروق ونشوف التقديمات بتاعتنا كده، وهنقدمهم معاكم بالعيش اهو. معايا العيش الشامي، طريقة لذيذة جدا، سهلة سريعة اهو كده. نجيب بقى الطبق اللي ايه هنحط فيه اهو. بصوا بقى كده، نفتح ياخد الايه كله يسيح مع بعض. بصوا اهو كده، الله الله على الجمال. هديله سنة تانية من المشروم على الوش. أكلة كاملة متكاملة، حلوة جدا. وسنة تاني من الايه الفلفل مع الجبن بقى السايحة الحلوة دي اهو. هسيبه كده اهو بس كده. كده اخد معايا السوا المظبوط، وكمان اهو مش محتاجه ان انا اقفله، وانس ان انا خلاص غطيته واستوى من على الوش كمان اهو. بصوا بقى الجمال لما يتقدم ويتاكل. جبنه سايحه معاه الخضروات بيطلع حلو جدا، حطينا عليه رشه ملح بسيطه ورشه الفلفل كمان. تعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض. اول وصفة كانت اللحمة المفرومة بالبيض بطريقة لذيذة جدا، برزنتيشن سهلة وجميلة، وعملنا كمان البيض بالخضروات مع الجبن السايحة المشكلة. اتمنى يكونوا وصفات سهلين سرع، جربوهم وبعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على الانستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا. Thank you.